الميلف ديالنا فين وصل. يعني احنا يعني كاينين يعني تطورات اللي كل مره يعني كيخرج لنا مستجد، بدايه من الفرق البرلمانيه اللي كانت طالبه يعني الوساطه بغايه انها تقوم بتدبير واحد الحوار مع الوزاره الوصيه على القطاع بغرض يعني اننا نقوم بحل حاله هذا الملف. ولكن كنت فاجئوا على مستوى الامس ان هاد الفرق البرلمانيين كيخرجوا واحد البلاغ اللي كيقولوا فيه بأن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غادي يرجعوا للعمل يوم الاثنين. حنا كنقولوا كتنسيقية وطني الأساتذة الذين المفروض عليهم التعاقد أن القواعد هي اللي غادي تحدد واش غادي تمدد الإضراب تاعها ولا غادي ترفعوا. وحنا ما كنضلوش من أجل الحوار، حنا كنضلو من أجل المطالب ديالنا العادلة والمشروعة اللي متمثلة في إسقاط مخطط التعاقد، إدماج في النظام الأساسي الموظفي الأكاديميات، وإرجاع كفة المطرودين والمنصابين. وعليه يعني خرجنا كتنسيقية ببلاغ توضيحي يعني فيه بأن اللجنة المحاورة اللي كلفناها أنها تعقد لنا هذه اللقاء التواصلية أنها لم تقرر ذلك الأمر، اللي كاين حاليا هو واحد مبادرة طيبة تاع الإطارات النقابية اللي كتحاول حاليا أنها تدير ضوء الوساطة من أجل الحوار. ولكن كنت فاجئوا أن الوزير كيعطي الحوار بشكل اللي هو مشروط، يعني أن يتحاور يوم الثلاثاء يعني بشرط ان الاساتذه يرجعوا يوم الاثنين. هذا هو الشرط، وما كاينش بلاغ ديال الوزاره رسمي، وانما كاين فقط بلاغ ديال الاطارات النقابيه، بمعنى ان الحدود الساعه ما كاينه حتى شي حاجه لا رجوع للاقسام ياك الا ورقه الادماج في يدينا. هذا شعار اللي كنا ديجا رفعناه كتنسيقيه وطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. حنا كنقولوا حنا الحوار حنا اللي خصنا نحطوا شروطه، ماشي الوزير اللي غيحط الشروط ديالو. هذه المساله الاولى، لان اللي هنا النقطه اللي مفصليه هو هاد المشاكل اللي كاينه في قطاع التعليم، لان حنا كاساتذه مفروض علينا التعاقد الى خارجين اننا نناضلوا من اجل الادماج في النظام الاساسي الموظف في وزاره التربيه الوطنيه. حنا ماشي ضد الجهويه الموسعه المتقدمه، حنا ماشي ضد الخيارات الاستراتيجيه تاع الدوله. حنا كنقولوا ان اذا كانت الحكومه عندها حسن نيه تقوم بالتسيير والتدبير الاداري على مستوى الجهات، وتخلق مناصب ماليه لهاد الاساتذه اللي تكون قاره على مستوى الوزاره، لان مربط الفرس فين كاين هو في المنصب المالي، لان الاساتذه المفروض عليهم التعاقد ما عندهمش مناصب ماليه قاره، عندهم اعتمادات ماليه. الاشكال ديال الاعتماد المالي فين كاين هو ان هاد المؤسسات اللي هي عموميه اللي هي الاكاديميات الان عندها الدعم من طرف الدوله، ولكن في افق يعني بناء على الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030 غادي يتم الرفع ديال الدعم عليها، وانا ذاك غادي يكون عندها يعني ان الاستقلاليه في التدبير المالي. حنا كنقولوا منين غتجيب الفلوس ديالها؟ ها المساله الاولى، شنو غيكون مصادر الاساسي اللي مفروض عليهم التعاقد؟ واش غيتم التحكم في مرونه الاجور وفي التقليص ديالها؟ واش غيتم يعني فرض رسوم تسجيل على اولياء وسميتي يعني والتلاميذ يعني التلاميذ واولياء الامور، يعني من اجل ان هاد الوزاره او نقولوا ان هاد المؤسسات كنعتذر انها تقوم بتعبئه الموارد الماليه تاعها، واش غتقوم ببيع الخدمات تاعها؟ علما ان على مستوى الاسبوع الماضي كانت تفاجئوا ان الاكاديميه ديال العيون الساقيه الحمراء عاجزه عن تسديد فواتير الكهرباء اللي تم القطع ديالو عليها، فكيفاش هي عاجزه عن تسديد فواتير الكهرباء وغادي تقدر انها تضمن واحد الدخل اللي هو قار الاستاذ المفروض عليه التعاقد؟ نقول أن هذا هو تغليط للرأي العام. علاش؟ لأن إلا جينا بناء على ما هو قانوني، شكون اللي كيشرع؟ المؤسسات التشريعية هي البرلمان، يعني أي قرار كيتم تشريعه في البرلمان كيصدر في الجريدة الرسمية وكيتم التقرير ديالو يعني أو يعني بعد 31 يوم كيتنزل على المواطنين شاءوا أم أبوا. حنا الحدود الساعة هذا القانون هو مجرد يعني نقولوا انه يعني واحد القانون شكلي اللي كيغلف لينا التعاقد. علاش؟ لان شنو هو القانون ببساطه؟ القانون كتشرعوا المؤسسات التشريعيه اللي هي البرلمان، هذا ما دارش من هذه المسطره القانونيه، هذه المساله الاولى. وفي الدستور المغربي ان كل يعني كل قانون كيصدر يعني وكيدير كينظم علاقة بين طرفين أو أكثر وما كيتصدرش على المؤسسة الشرعية اللي هي البرلمان كيتسمى تعاقد وما كيتسماش قانون.
إذن هنا فما عنده حتى شي ضمانات قانونية، بل أكثر من ذلك أن مخطط التعاقد منذ البداية تاعو ما عنده حتى شي أس قانوني، لأن ببساطة هذاك القرار المشترك بين رئيس الحكومة وما بين الوزير راه بحد ذاته هو خرق للدستور المغربي وخرق للمؤسسات يعني التشريعية والتنفيذية، ويعني وأنه كيتطاول على الاختصاصات. إذا ما كاين حتى شي ضمانات قانونية، كاين فقط هو مسألة الثقة، باش أنك تقول لي أنك تثق بالإدارة، كيفاش أنا غنثق بمؤسسة عمومية اللي ما قدرتش أنها اللي خرقت مجموعة من القوانين، بدءا بمسطرة العزل اللي ما عندهاش حتى شي إطار قانوني وما كتستند على حتى شي إطار قانوني، بل أكثر من ذلك كضرب في القوانين الدولية وفي الدستور المغربي اللي كيضمن لنا الحق في الإضراب باعتبارنا كنتميو للقطاع يعني تاع الشغيلة التعليمية، وبل أكثر من ذلك كضرب حتى في يعني في المختلف يعني أو أننا نقول كتضيق على الحريات العامة وعلى الحريات في الاحتجاج اللي ضمن منين لنا المواثيق الدولية اللي صدقت عليها المملكة المغربية. أنا أعطيك مثال اللي أخرج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هو التعسف الإداري اللي تم على مستوى جهات درعا تافيلات بالطرد ديال أحد الأساتذة دون يعني يعني أنه يدوس في التدرج في العقوبات، بدءا بالإنذار التوبيخ إلى الطرد، يعني بواحد التقرير تعسفي كيدي من طرف مدير المؤسسة اللي هو الأستاذ حسين بوكمان. حنا كانت اللي أخرجت الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هو الهشاشة، هو أن هذا التوظيف بالعقدة يعني فيه يعني أنه ببساطة كيجهز على كرامة الأستاذ، وفيه بدود لبجحفة ولا إنسانية، اللي كان من ضمنها هو أن الأستاذ يطرد بدون إشعار أو تعويل. وخير دليل على ذلك هو أن كانوا عندنا حالات طرد في النظام الأساسي الموظفي وزارة التربية الوطنية، في حالة إذا توفى شي أستاذ كيحصل على تعويض مادي يعني في مقر العمل دياله. احنا كنتفاجئوا انك اساسا مفروض علينا التعاقد كيتوفى لنا استاذ في البرنوسي في المقر العمل تاعو ما كيستافدش من التعويض، كيتوفى لنا استاذ كذلك في تطوان كطلبوا الاكاديميه باسترداد تاع المبلغ تاع 3000 درهم. هذه مساله الاولى. نعطيك مثال ان بعد المقترحات اللي عطاتها الوزاره في النظام، نعطيك مثال تاع النظام الاساسي الموظفي الاكاديميات يعني درعا تافيلات من الماده 94 حتى الماده 98 كتلاحظ فيه ان كيغلفوا ديك الطرد بدون اشعار او تعويض بواحد المجلس التاديبي. هذاك المجلس التاديبي شنو عنده الحق؟ عنده الحق يعطي غير راي، وحنا عارفين بان الراي قد اخذ به وقد لا اخذ به، وعليه فمدير الاكاديميه يقدر ياخذ بعين الاعتبار يعني وما يرتكبش شي تعسف او شي شطط في استعمال السلطه في حق الاستاذ المفروض عليه التعاقد، يقدر ما ياخذوش بعين الاعتبار، في حين ان في النظام الاساسي وفي قانون الوظيفة العمومية الأستاذ المتصم ماشي غير عنده الحق أنه يدافع على نفسه، اللجان المتساوية الأعضاء ملي كتعطي شي عقوبة للأستاذ المتصم أشنو كيكون الوزير وزير التربية الوطنية ما عندوش الحق يتجاوز هذاك العقوبة اللي حدتها اللجان المتساوية إلا في حالة واحدة بموافقة رئيس الوزراء، والأكثر من ذلك الأستاذ المتصم عنده الحق أنه يمحي ديك العقوبة إذا كانت توبيخ وإنذار بعد 5 سنوات برسالة كيصيفطها للوزير، وعنده الحق أنه كذلك يمحي العقوبات اللي كتكون فوق ذلك يعني خلال 10 سنوات برسالة كذلك للوزير. هاد الحقوق ما كايناش عند الأستاذ المفروض عليه التعاقد، يعني الاسم تاعو مكتوب كما كنقولوا حنا بقلم الرصاص، يمكن أنه يتم المحو تاعو في أي لحظة. وخير دليل على ذلك هو الخرجة الإعلامية للوزير ببساطة اللي كنقولوا أنه كيشعل فيها البولة الخضراء المدراء الأكاديمية في واحد صريح اللي هو غير مسؤول أنها تقوم بعزل المنسقين تاع التنسيقية الوطنية الأساسية اللي نفرض عليهم التعاقد، واللي بدأت الآن بشكل اللي هو فعلي واللي كيدل على الفعلية تاعه هو توقيف الأجور تاع المنسقين. حنا كنقولوا ماشي حنا اللي كنسببوا بالهضره الزمني ديال 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 يعني التلاميذ، وانما اللي كيسبب به هو الوزاره. الوزاره تعلق شماعه الفشل تاعها في تسيير وتدبير القطاع على النضالات الاساسيه اللي مفروض عليهم التعاقد. كيف يعقل ان 70,000 استاذ مفروض عليه التعاقد خارجه اليوم من الشارع؟ راه خارجه الا لانها تقول كلمه واحده
انها باغا تدافع على المدرسه العموميه، لان ببساطه حنا كنقولوا حاليا علاش خارجين للشارع؟ باش اننا ندافعوا على الحق تاع التلميذ في واحد المدرسه عموميه، في واحد التعليم ذو جوده عاليه. لان كيف يعقل استاذ عنده هشاشه ويعني وما عنده استقرار مهني غتكون عنده مردوديه؟ الاستاذ اللي ما عنده استقرار مهني ما يمكنش ان تكون عنده مردوديه. حنا كنقولوا بناء على قانون الوظيفه العموميه الفصل الاول منه كان واضح، كيقول لك وفقا لمبدا المساواه لكل مغربي الجنسيه الحق في انه يولج الوظيفه العموميه. كتسالوا معاد الوزير ألسنا مغاربه الجنسيه؟ علاش حنا نتحرموا من الوظيفه العموميه؟ ببساطه حنا كنتسالوا مع هذه الاسئله. مادام انه ما الحدود الساعه ما بقاش باقي ما بغاش ويتعنت في حل حاله هذا الملف بشكل اللي هو اني وفوري، فحنا كنحملوه مسؤوليه هذا الزمن تاع التلامذه. وحنا كنقولوا كاساتذه مفروض علينا التعاقد في حاله تم حل حاله الملف، حنا في استطاعتنا اننا نزحفوا حتى على العطله الصيفيه ونقوموا بتعويض التلاميذ في كافه الحصص الضائعه عليه، فقط انه يتم يعني حل حاله الملف بشكل اللي هو اني وفوري. المهم حنا كنقولوا بدايه حنا ما باغينش نفرضوا سنه بيضاء نهائيا، حنا مستعدين كنقولوها كتنسيقيه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد ان مجرد حل حاله الملف بشكل اللي هو اني وفوري ننزلوا لمقرات العمل ديالنا، نقسموا ان ولو استاذ واحد يبقى في الشارع ولكن قم بحل حاله الملف، لان اللي غيفرض حاليا سنه بيضاء هو وزير التربيه الوطنيه اللي ما كيامنش كما كنبانوا كيبان لينا بالحوار الاجتماعي، اللي تكلم واحد الكلام في واحد الندوه صحفيه اللي ما كيعبرش على مؤسسه اللي كتحمل مسؤوليتها ولا شخص اللي مسؤول. حنا كنقولوا الوزير عنده سلطه تنفيذيه ما عندوش سلطه تقريريه، يعني خصو ينفذ داكشي اللي بغاه الشعب، وهاد الناس اللي محتجين واللي لاقين دعم من الإطارات والنقابات والهيئات الحقوقية، ولقين دعم من أولياء وآباء يعني أولياء الأمور، ولقين دعم من الشعب المغربي، إلا وأن المطلب ديالهم هو مطلب مشروع. إلى تطورت الأكاديميات وقامت بفسخ أو عزل هاد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد اللي الآن يعني هم مضربين وزحفات على الحق ديالهم في الإضراب، فحنا كنقولوها ان غيكون الشارع هو الفيصل بيننا، لان ماشي بالفسخ تاع العقود ديال هاد الاساتذه او بالعزل ديالهم غيتم حل حاله المشكل. الاصلاح كيقتضي الديمومه، كيقتضي الديمومه، وحنا في واحد القطاع اللي ماشي محتاجين ليه بشكل اللي هو جزئي، واحد القطاع اللي دائم. وبالتالي فانك تشغل اساتذه مفروض عليهم التعاقد اللي وفق النظام الاساسي الموظف في الاكاديميات كيتسموا اعوان، ماشي اساتذه كيتسموا اعوان، العون كنحتاجو الى انا عندي سد الخصاص. حنا ببساطه عندنا خصاص مهول في قطاع التعليم، الحدود الساعه داخله 70,000 واحد ولا زال القطاع فيه خصاص، فكيفاش انت كتشغل تقوم بتشغيل اعوان؟ فحنا كنقولوها ان في حاله الى تم عزل استاذ واحد فانا ذاك غيكون الشارع هو الفيصل بيننا وبين الوزاره الوصيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.